أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أسباب الثبات على الدين؟ الدعاء، يدعو الله الثبات على الدين، يدعو الله لذلك، إن الله يثبت على الدين ويقيه شر الفتن نعم. وعليه أن يتعلم أيضا، يتعلم الدين وأحكام الدين حتى يثبت عليها نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.